بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 96 بعد 102. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذه سائلة تقول لي أخت، الحقيقة أنا تزوجت، الصغرى تزوجت، أما الكبرى فقد تركت الزواج وتقول أريد أن أتحصل على الشهادة العليا، فما نصيحة الشيخ لأهمية الزواج في حياة الفتيان والفتيات؟ نرجو التوجيه في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الزواج ضروري للرجل والمرأة، ضروري، أما الدراسة ليست ضرورية، وكون المرأة تحصل على زوج صالح يكفلها وينجب منها أولادا صالحين وذرية طيبة أحسن لها من الدراسة، حتى ولو لم يكن عندها شهادة، إذا رزقها الله زوجا صالحا وذرية صالحة فهذا أحسن لها من الشهادة. فعلى المرأة أن تبادر بالزواج إذا تقدم إليها من يصلح لها دينا وخلقا، أن تبادر، لأنه إذا فاتها الزواج لم تنفعها الشهادة ولا الوظيفة، فعليها أن تقدم الزواج والوظيفة والشهادة، هذا شيء ثانوي إن حصل الحمد لله، بدون أنه يترتب عليه خلل في سمتها وفي سترها وفي حفاظها على خلقها ودينها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: إذا كتب لفظ الجلالة بغير العربية فهل يكون لها من الاحترام كما لو كتبت بالعربية؟ أولا ما يكتب بغير العربية، يكتب بالعربية، إلا عند قوم لا ينطقون اللغة العربية فلا بأس أن يكتبونه بلغتهم، ومن عرف أن هذه الكتابة تعني لفظ الجلالة فإنه يحترمها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الأجر المترتب على المؤذن، وما نصيحة الشيخ للأئمة والمؤذنين مأجورين؟ نعم، الإمامة والأذان فيهما فضل عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك، والإمام ضامن، يعني أنه يتحمل ما يحصل في الصلاة من نقص، عليه أن يتم الصلاة ولا ينقص منها شيئا، إن أحسن فله أجره وأجر من وراءه، وإن أساء عليه إثمه وإثم من وراءه. قال صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن. قال عليه الصلاة والسلام: يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. وأما المؤذن فهو مؤتمن، مؤتمن على الوقت، لا يؤذن قبل دخول الوقت إلا في أذان الفجر ليوقظ الناس تهيئون، وكذلك الأذان الأول في يوم الجمعة لأجل أن يتهيأ الناس للذهاب لصلاة الجمعة، هذان الأذانان يجوزان قبل الوقت، وأما غير هذين فلا يجوز الأذان قبل دخول الوقت، خصوصا في أيام رمضان، لأن المؤذن يعتمد في الصوم والإفطار، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، أرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين، فهما متحملان لأمانة، هذا متحمل لأمانة الصلاة بالمأمومين، وهذا متحمل لدخول الوقت، فلا يؤذن قبله ولا يتأخر عنه، خصوصا في رمضان، يتأخر يأكلون الناس بعد طلوع الفجر، يعتمدون على أذانه، كذلك
ذلك لا يؤذن قبل غروب الشمس قبل أذان المغرب، لأن الناس يفطرون على أذانه، يحصل في ذلك خلل عظيم. نعم، أحسن الله إليكم. أبو خالد يسأل يقول: فضيلة الشيخ صالح، ما حكم صيام شهري شعبان والمحرم؟ سنة. أما شعبان فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه ولكنه لا يستكمله، كذلك شهر محرم، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ولكن لا يكمله أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا إلا رمضان. نعم. يقول: بالنسبة لحديث فيما معناه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ما معنى هذا وما مثاله؟ نعم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فمن حرمت عليك بالنسب كأختك وأمك وخالتك فإنها تحرم عليك نظيرته بالرضاع، تحرم الأم من الرضاع، تحرم الأخت من الرضاع، تحرم الخالة من الرضاع، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من هذه قاعدة عظيمة، وهي من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم، وكل من تحرم عليك بسبب النسب فإنها تحرم عليك أيضا بسبب الرضاع، هي قاعدة جامعة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أبو عمار: فضيلة الشيخ، ما أثر الصيام على النفس البشرية إذا استثنينا الإحساس بالجوع وآلام الفقراء؟ إحساس الصيام تقوى، قال الله جل وعلا: وأن تصوموا خير لكم، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام يسبب التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى، إذا ترك طعامه وشرابه وترك زوجته فإنه يؤجر على ذلك إذا كان قصده الصيام لله عز وجل. نعم. يقول: ما المراد بالآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور؟ معناها واضح، الذين يتلون كتاب الله أي يقرؤونه ويتبعونه، لأن تلا لها معنيان، تلا بمعنى اتبع وتلا بمعنى قرأ، الذين يقرؤونه ويتبعون أوامره ويتجنبون نواهيه، وأقاموا الصلاة، لأن تلاوة القرآن ما تكفي دون عمل، لابد من عمل، وأعظم الأعمال هو الصلاة، أعظم الأعمال هو الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما القراءة، تجويد القراءة وتحسين الصوت فيها وقراءة القرآن بالقراءات السبع أو العشر من غير عمل، فهذا لا ينفع صاحبه، بل هذا يقيم الحجة عليه أمام الله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به عند الله، وحجة عليك إن خالفته عند الله سبحانه وتعالى. وأقاموا الصلاة، وبعد الصلاة الزكاة، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، يخفون الصدقة أو يبدون، إن تبدوا الصدقات يعني تظهرونها، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة، لابد من النية أيضا، نية الثواب من الله عز وجل. أما من فعل هذه الأشياء بدون نية لم تصح منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، أريد أن أبرئ ذمتي من حقوق أخذتها وأنا في صغري في السابق، مات هؤلاء وبعضهم سافر وبعضهم تغيب، كيف أرجع هذه الحقوق لهم مأجورين؟ الحقوق التي لها قيمة ولها مبلغ تردها على أصحابها إن كانوا أحياء أو على ورثتهم إن كانوا ميتين، وإذا تعذر ردها فإنك تتصدق بها على نية أن الأجر لهم وأنت تتخلص منها. نعم. هذه السائلة أم عبد الله تقول: فضيلة الشيخ، نشاهد بعض النساء هداهن الله وخصوصا في المستشفيات يتركن الصلاة وهن على سرير المرض، وبعضهن لا تصلي إلا إذا خرجت من المستشفى، وأريد من الشيخ أن يتحدث عن أهم أحكام صلاة المريض وماذا يجب على هؤلاء النساء سواء من الرجال أو النساء. الصلاة لا تصلي
يسقط عن المسلم ما دام عقله باقيا، وأن كان مريضا أو مسافرا أو غير ذلك من الأعذار أو خائفا، لا تسقط عنه الصلاة بحال ما دام عقله باقيا، لكنه يصلي على حسب حاله. اتقوا الله ما استطعتم. المريض يصلي على حسب استطاعته، قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. لا تسقط الصلاة بحال ما دام العقل ثابتا، ولكنه صلي على حسب استطاعته. فهؤلاء أخطأوا، وليس هذا خاصا بالنساء، حتى في كثير من الرجال يقول: أنا ما دمت بالمستشفى أنا ما أقدر أصلي على المطلوب، ثيابي نجسة، ما أقدر أتوضأ، ثم يترك الصلاة مدة، وإذا خرج يقول أقضيها. من اللي يفتاك بهذا؟ لا يجوز. تصلي على حسب حالك، تصلي على حسب حالك. الذي لا يستطيع أن يتوضأ يتيمم بالتراب، يصير عنده شيء من التراب ولو قليل، يتيمم يضرب عليه ويمسح وجهه وكفيه، يصلي. الله يسر سبحانه وتعالى. إن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فيكون العذر في التيمم إما أحد أمرين: إما المرض الذي لا يستطيع معه استعمال الماء، وإما السفر الذي ليس عنده ماء، المسافر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا شاب يقول: أنا في 22 وقد من الله علي بالهداية، ولكن هناك إخوة لي وزملاء يطلبونني بعض النقود وبعض الديون علي، فهل توبتي صحيحة؟ وهل التوبة مرتبطة بتسديد الديون؟ التوبة فيما بينك وبين الله نعم صحيح، أما التوبة فيما بينك وبين المخلوق فإنها لا تسقط حقوق المخلوقين، لا بد مع التوبة إلى الله من أداء الحقوق إلى أهلها، ولا تبرأ ذمتك بالتوبة فقط، لا بد مع التوبة أن تؤدي الحقوق إلى أهلها أو تطلب منهم المسامحة عنها. نعم. يسأل عن صدق الله العظيم: هل الصواب أن يقول المسلم بعد قراءته للقرآن هذه العبارة وهذه التلاوة، وهل هي واردة يا شيخ؟ لا دليل على ذلك. الذي ورد: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت قراءته فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولم يرد أنه يقال بعد القراءة صدق الله العظيم، وإن كان معناها صحيحا، معناها صحيح، كلام الله صدق سبحانه وتعالى، لكن الشان بالدليل. نحن لا نعمل شيء من عندنا، ولو كان الناس يعملون هذا إذا لم يكن عندهم دليل فلا نقلدهم في هذا. نعم. يقول يا فضيلة الشيخ: يوجد من يقول بأن طواف التطوع بدعة، هل هذا صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم في وقت قيام لقائه في مكة قبل الهجرة كان يطوف بالبيت طواف تطوع، وكان أصحابه يطوفون بالبيت طواف تطوع ويصلون بعد الطواف. هذا لا يدري ما هي البدعة، الذي لا يعرفه يقول هذا بدعة. قال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين، ما حدد أن هذا في الفرض، طاف ليل ونهار طوفا واجبا أو مستحبا. الطواف في البيت عبادة يجر عليها، الله جل وعلا قال: طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، قدم الطائفين على المصلين. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: المرأة إذا كانت تصلي يا شيخ ولم تدري هل قرأت سورة الفاتحة أم لا، ويتكرر هذا معها، هل تعيد الصلاة وتسجد للسهو؟ إن كان هذا وسواس فلا تلتفت إليه، أما إن كان هذا واقع وأنها ما قرأت الفاتحة نسيتها فلا بد من، إذا كانت لم تركع تقرأ الفاتحة، وإذا كانت صلت ركعة كاملة ولم تأتي بسورة الفاتحة فإنها تكمل. إن كانت تصلي خلف إمام فإنه إذا سلم تقوم وتأتي بركعة كاملة، وإن كانت تصلي وحدها فإنها تلغو الركعة الأولى أو التي تركت منها، التي تركت فيها قراءة الفاتحة، وتقوم التي بعدها مقامها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: الدعاء بالاستفتاح لصلاة الليل هل يقال في الركعتين الخفيفتين أم في بداية قيام الليل؟ في كل صلاة الاستفتاح يقال في بداية كل صلاة من قيام الليل وغيره، والركعتين الخفيفتين وغيرهما. نعم. هذا السائل يقول: الشيخ
هل تصح صلاة من به سلس البول وهل يكون إماما في المسجد؟ نعم تصح صلاته، لكن لا يتوضأ إلا إذا أراد أن يصلي، فيستنجي ويضع شيئا على ذكره ويتوضأ ويصلي في الحال، ولو نزل البول عليه صلاته صحيحة. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يجوز أن يكون إماما إلا بمن هو مثله ويأم من به سلس البول مثله، وأما بالأصحى فلا يكون إماما لهم. نعم. أحسن الله إليكم، في وقتنا الحاضر يقول هذا السائل أبو عبد العزيز كثرت الكراسي ليصلي عليها كبار السن، ولكن الشيخ صالح بعضها متقدم وبعضها متأخر وبعضها يتقدم الإمام، فأرجو منكم النصيحة والتوجيه في مثل هذه الكراسي. لا بأس بالصلاة على الكرسي إذا احتاج إليه، إذا احتاج إلى الكرسي لا بأس، لكن يكون الكرسي بقدر الحاجة، ما يكون كبيرا وضخما يأخذ مساحة ويضايق المصلين بجانبه، بل يكون كرسيا خفيفا، وأيضا يحرص على أن يكون محاذيا للصف، لا يتقدم ولا يتأخر عن الصف، والكرسي الخفيف ما يحصل فيه تقدم ولا يحصل فيه تأخر عن الصف، إنما هذا في الكرسي الضخم الكبير. نعم. أحسن الله إليكم، يسأل هذا السائل عن شراء الأقمشة النسائية المرسوم عليها صور حيوانات أو نساء، ما هو الضابط في ذلك؟ مأجورين؟ لا يجوز لبس الملابس التي فيها صور لوات أرواح، لأنه يحمل الصورة، هذا لا يجوز، يحرم هذا أنه يحمل في ملابس الصور التي تكون عليها. نعم. يقول فاتتني ركعة مع الإمام، هل التشهد الأخير أقوم بقراءته كامل أو أذكر التشهد الأول فقط؟ تصلي مع الإمام يعني مسبوق؟ نعم. إذا كان مسبوقا يقتصر على التشهد الأول، وإن أكمل فلا بأس، يعتبر هذا من متابعة الإمام ولا يعتد به. نعم. يقول بالنسبة لزيارة قبر والدي والدعاء له، فنحن من عاداتنا أننا نقوم بزيارة قبره مع أخواني وأخواتي والدعاء له ووضع بعض الأشجار على قبره. الزيارة مشروعة إذا كان القصد منها الدعاء للميت، السلام عليه والدعاء له، ولكن لا، النساء لا تزور القبور، حرام عليها، لعن الله زوارات القبور تخذين عليها المساجد والسرج، فالمرأة لا تزور القبور، وكذلك وضع الأشجار عليها لا يجوز هذا، أو الزهور، كل هذا حرام ولا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم تأجيلي لزكاتي، إخراج زكاتي في حلول شهر رمضان وفي بدايته، وهل في ذلك بأس، وهل العشر الأول من رمضان أفضل من الوسطى والأخيرة؟ الزكاة تخرج عند تمام الحول ولا تؤخر عن ذلك إلا لغرض صحيح، كأن يكون ما عندك نقود فتبقى في ذمتك حتى تجد النقود فتخرجها، أو يكون هناك مستحقون أكثر حاجة وتنتظرهم لتدفعها إليه فلا بأس بذلك أيضا. نعم. أخيرا هذه السائلة أم عبد الله تقول ولدي يربي الحمام ويمضي وقت طويل الحقيقة بين تطهير هذه الحمام والجلوس عندها، ما حكم هذا مأجورين، وهل نأثم أنا ووالده بذلك؟ إذا كان يربي الحمام للبيع والاستفادة من ثمنها فلا بأس بذلك، بشرط لا يكون منها أذى على أهل البيت أو على الجيران أن يضبطها، وأما إن كان يربيها بدون أنه يبيعها ويستفيد منها هذا عمل لا ينبغي، لأنه لا حاجة إليه ولا فائدة منه، قد يحصل منه أذى. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. انتهى هذا اللقاء الطيب المبارك والذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وهذه تحية من زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.